حرق النقود بالمدفأة قد يكون أوفر من شراء فحم التدفئة. هذه جملة غريبة وغير منطقية، أليس كذلك؟ لكن المدهش بالأمر أن هذه الحادثة حصلت بشكل حقيقي. ففي أكتوبر عام 1923 بلغ معدل التضخم الشهري في ألمانيا حوالي 29,500% في الشهر. أدى ذلك لانخفاض معدل صرف المارك الألماني حيث وصل إلى 2 تريليون مارك لكل دولار أمريكي واحد. الأمر المثير للدهشة أن الأسر الألمانية لجأت في لحظة من اللحظات لحرق العملات الفلوس الورقية بدلا من شراء الفحم للتدفئة، حيث كان حرق العملات أرخص من شراء فحم التدفئة. بالإضافة إلى ذلك كان الألمان يستيقظون يوميا على ارتفاع جديد بالأسعار، فالمبلغ الذي كان يشتري لهم طعام اليوم لن يكفي لشراء نفس السلع باليوم التالي. وكل هذا حصل بسبب التضخم أو ما يسمى monetary inflation. ما هي أسباب هذا التضخم؟ كيف يمكن السيطرة على هذا التضخم؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. التضخم اليوم من أكثر الأمور اللي تشغل وسائل الإعلام في العالم، وأيضا الناس والاقتصاديين وحكومات الدول، لكن الكثير من الأشخاص يركز على أن هذا التضخم هو أمر غير مسبوق. لكن خليني أخبركم بهاي المعلومة، في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية وصل معدل التضخم اليومي في اليونان إلى 18% في اليوم الواحد، وكانت أسعار السلع ترتفع على مدار الساعة، وفي نهاية العام نفسه وصل التضخم ل 13,800%، وهي نسبة ضخمة جدا. لكن ما يحدث اليوم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب الحرب الباردة بين الغرب وأمريكا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، وبعد مرور سنوات من مشكلة كورونا اللي ضربت العالم أكمله، وخاصة أنه أزمة كورونا اللي أصابت العالم كانت البداية لإعادة النظر وانتشار مصطلح التضخم بين أكثر الناس حتى الأشخاص العاديين. لكن الأخبار ربما السيئة أنكم راح تسمعون بتضخم أكثر خلال هذا العام وخلال العام الجاي عام 22 و23 و24 بسبب طبعا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية اللي سببت كثير من التغيرات الاقتصادية بالعالم، فأثرت على أسعار النفط والقمح والزيوت وحركات الاستيراد والتصدير ومواقف الدول من هذه الحرب التي بدأت بتغيير اقتصادات بعض الدول الأوروبية طبعا بسبب أزمة الغاز الروسي. أيضا خلينا نفهم بالبداية ما هو الانفليشن أو التضخم. هي حالة يمكن التعبير عنها بأكثر من طريقة، اللي هي زيادة في أسعار السلع والخدمات مما يؤدي لتآكل القدرة الشرائية. وهذا يعني بأنه نفس الدولار أو نفس العملة ببلدك اليوم اللي يشتري سلعة ما مثلا 1 كيلوغرام خبز اليوم غدا رح تكون أغلى. حيث يقول دين بيكر كبير اقتصاديين في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة الأمريكي، القصة البسيطة هي أن الكثير من المال يطارد عددا قليلا جدا من السلع والخدمات، يعني المال أكثر من كمية السلع أو الخدمات. طبعا ممكن يكون التضخم بصيغة أخرى مثل أن المال نفسه ولكن السلع والخدمات قلت، أيضا يصبح تضخم بسبب الحروب أو الحصار مثل ما حصل في العراق في أيام التسعينات، حيث وصل تضخم إلى أكثر من 24,000%. وممكن يصير تضخم بسبب قلة المعروض أو الخدمات بسبب توقف أو تضرر شبكات التوصيل والنقل اللي حدثت أيام كورونا. أو ممكن يصير تضخم وارتفاع الأسعار أيضا أسباب سياسية واضطرابات اجتماعية تمنع من إعادة الإنتاج والخدمات إلى المستوى السابق قبل حدوث الاضطرابات السياسية أو الاجتماعية. طيب خلينا هسه نحكي على أسباب التضخم ونحن ذكرناها ضمنيا سابقا. طبعا هذا السؤال في غاية الأهمية، ونرجع نأكد أن التضخم أو سبب التضخم الأساسي يحدث عادة في أوقات الأزمات الكبرى والحروب والحصار الاقتصادي وانتشار الأمراض مثل كورونا. لكن إذا كان وضع عادي جدا أيضا يحدث تضخم نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض قدرة الدولة على تلبية هذا الطلب المرتفع أو زيادة تكلفة
تكلفة إنتاج بعض السلع أو الخدمات، أو قد يرفع التجار الأسعار لزيادة أرباحهم. السبب الثاني بالحالة الاعتيادية نحكي طبعا زيادة الأسعار عندما ترتفع تكلفة الأجور والمواد، يعني مستوى المعيشة للناس. الحالة الثالثة ارتفاع أسعار وتكاليف المواد الخام لأي سبب من الأسباب، مثل ارتفاع أسعار النفط اللي أثرت بشكل كبير هذا العام عام 2022. بالإضافة لذلك فإن تعديل سعر الصرف العملة لبلد ما يؤدي لخفض قيمته، وبالتالي يؤدي إلى التضخم. مثال على ذلك لبنان، وخلال هذا العام انخفضت قيمة الليرة عدة مرات أمام الدولار، حيث تخطت 30,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. السبب الرابع أيضا هو الحصار الاقتصادي، وبالتالي تأثر الاستيراد والتصدير، وقد يتوقف أيضا في حالة الحصار الكلي، مما يؤدي لارتفاع معدلات التضخم. لكن الأمر اللي قد يجهله البعض هو أن التضخم له أشكال جدا متنوعة. النوع الأول هو تضخم الأصيل (original inflation)، يعني زيادة الطلب على سلعة معينة أو خدمة معينة، ولكن يقابلها انخفاض في إنتاج هذه السلعة، وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل مضطرد ويحصل هذا النوع من التضخم. النوع الثاني من التضخم هو التضخم الزاحف (creeping inflation)، يعني ارتفاع بطيء بالأسعار بسبب زيادة الطلب وثبات الإنتاج على نفس المستوى ولكن الطلب يزيد. النوع الثالث هو التضخم المكبوت (pent up inflation) اللي يحدث بسبب سياسات دولة ما في منع السلع من ارتفاع أسعارها، وبالتالي لا تصل هذه الحكومات لحلول مع المنتجين وترتفع الأسعار بشكل مضطرد. النوع الرابع هو التضخم المفرط (hyperinflation)، ارتفاع مفرط بالأسعار ونسب التضخم، مما يؤدي لسرعة تداول النقود بالسوق وبالتالي انهيار العملة المحلية للبلد. وهنا يأتي سؤال، هل تأثير التضخم يكون متساوي في جميع الدول؟ بالطبع لا، فالدول ذات الاقتصاد العالي المرتفع قد تلجأ للاستعانة باحتياط النقد الذي تملكه، وبالتالي تتأثر بشكل طفيف. ولكن إذا ركزنا على منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، فهنا الأخبار الغير جيدة، فتضخم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتجه نحو الارتفاع أكثر وأكثر. طبعا أغلب دول العالم أيضا حتى ذات الاقتصاد العالي حاليا متأثرة، لكن بنسبة منخفضة نسبيا. لكن تضخم في دول العالم الثالث البسيطة والشرق الأوسط ممكن يوصل لـ 100% و 150%، وسرعة التضخم في دول العالم الثالث والدول الضعيفة اقتصاديا أسرع من باقي الدول. التقارير الأخيرة للبنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط يذكر بأن التضخم في العام الماضي ارتفع إلى 14.8%، يعني حوالي 15%، وحذر بأن بعض دول الشرق الأوسط تشهد معدلات تضخم خطيرة. مثال على ذلك، في لبنان وصلت معدل التضخم إلى 154%، وفي اليمن إلى 30%، وفي إيران 43%. وبيانات منظمة الأغذية والزراعة قالت إنه 50 دولة كانت تستورد حوالي 30% من احتياجات القمح من روسيا وأوكرانيا، ومن ضمن هذه الدول تونس ومصر وليبيا واليمن ولبنان. وبالتالي برأيكم أنتم، ما الذي قد تسببه هذه القفزة بمعدل التضخم في الشرق الأوسط؟ من المؤكد أن ذلك سيؤدي لارتفاع أعداد الفقراء للأسف في الشرق الأوسط. الآن نتكلم على الحلول اللي هي ممكن تكون على المدى القصير والمدى البعيد. بالمدى القصير، محاولة ضبط الأسعار، أي وضع حدود للأسعار تفرضها الحكومة وتطبق على سلع معينة خاصة السلع الأساسية. الإجراء الثاني هو رفع سعر الفائدة، ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية سعر الفائدة إلى 1.75%. طبعا رفع سعر الفائدة هذا حل كلاسيكي تلجأ إليه أغلب دول العالم، ولازم نفهم هاي المعادلة بين رفع سعر الفائدة والتحكم بالتضخم. وهذا يؤدي إلى سؤال، كيف رفع سعر الفائدة يفيد بالتقليل من خطر التضخم؟ هذا الإجراء يسمى بالسياسة النقدية الانكماشية، بمعنى تقليل العرض من النقود، وطبعا هذا الشيء يساعد بالحفاظ على قيمة العملة ويمنع المستثمرين من المخاطرة بالاستثمارات، يعني ينزلوا بسيولة مالية عالية على السوق. الطريقة الثالثة بالسيطرة على التضخم هي زيادة الإنتاج المحلي، يعني أي مادة ترتفع سعرها يزيد المعروض حتى ينخفض سعرها. وبهذا الصدد البروفيسور روبرت هوكيت أستاذ القانون في جامعة كورنيل الأمريكية يقول بأن زيادة الإنتاج مهمة جدا لتحقيق توازن بين العرض والطلب. طبعا هناك إجراءات أخرى كثيرة، منها وقف الحرب التجارية بين البلدان وتحسين سلاسل التوريد اللي انضربت أيام كورونا،
أيضا أحد الحلول هي وضع الضرائب على الأثرياء، لأن الأثرياء هم اللي يكون عندهم سيولة عالية، وبالتالي ينزلون على السوق يشتروا بأسعار أعلى، ومما يؤدي إلى التضخم. وحتى نكون أكثر وضوح، يجب أن أذكر لكم تجارب بعض الدول التي عانت من التضخم وعالجت الأمر سابقا. مثال على ذلك ألمانيا. في القصة التي ذكرتها لكم في بداية هذه الحلقة، قامت الحكومة الألمانية بإنشاء بنك مركزي مستقل، وأدخلت عملة جديدة تدعى الرنتن مارك، الذي يمكن تحويله إلى سند ذو قيمة ذهبية. يعني من البداية أنا بضمن لك أنه راح تنزل القيمة، وأدى ذلك لخفض التضخم. وفي دولة بوليفيا اللي عانت من التضخم وصل إلى 60,000% في عام 1985، كان الحل للتخلص من هذا التضخم من خلال تغيير السياسات المالية والنقدية ووقف طباعة النقود. وأيضا قامت الحكومة البوليفية بتوسيع نطاق الضرائب حتى تقلل من السيولة، ورفع أسعار السلع التي تقدم من قبل القطاع العام. لكن السؤال الأكثر أهمية هنا، أنت كمواطن لا تملك القرار أو السيطرة على الأمور، خاصة إذا كان تضخم في بلدك ناتج عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية الضرورية. كيف يمكنك أن تصمد أمام هذا التضخم وتدير أموالك، أموالك البسيطة؟ اللي ينصح به الكثير من الاقتصاديين والخبراء هو أن يقوم المواطنين بتغيير ثقافتهم الشرائية والاتجاه نحو السلع الضرورية فقط، كما أنه من المهم جدا تنويع مصادر الدخل أو الاستثمار في المجالات الرابحة أو المضمونة مثل العقارات إذا كان مواطن يمتلك المال الكافي لشراء عقار. في الخاتمة، التضخم حالة مستمرة في النظام الرأسمالي العالمي، وهو النظام السائد في أغلب دول العالم حاليا. طبعا هناك حالة إيجابية للتضخم، أغلب السياسات النقدية في العالم والحكومات تسمح بالتضخم بين 1-2%، لأنه هذا 1-2% يساعد المؤسسات والمصانع والخدمات على الحصول على أرباح تضخمية نهاية السنة 2% في كل الأحوال، فهذا يساعد على دفع الإقتصاد والنمو للأمام. لكن إذا تجاوز 2% يصبح التضخم مشكلة في حد ذاته، وربما حان الوقت للتفكير بإيجاد عملة عالمية مرتبطة بالمعادن النفيسة. المهم أنه نحن نحمي نفسنا من هذا التضخم من خلال شراء الأصول الثابتة واللي سعرها بشكل عام ينمو. في النهاية، التضخم على مستوى الدول والاقتصاد العالمي موضوع خطير ومهم جدا، وله تشعبات سياسية واقتصادية وثقافية، وكل دولة مسؤولة عن أن تسيطر على التضخم وما يكون قوي جدا بحيث يأثر على مستوى معيشة الناس. إذا كان لديكم أي أسئلة أو معلومات، ممكن مشاركتنا بها بالتعليقات لنناقشها معا ويستفيد الجميع، كي يزداد فنجان المعرفة معرفة. السلام عليكم. Oh,